كده. تعالوا بقى، دي بقى فواكه لطيفة. عندي بقى عصير بيتعمل من الايس كريم، وناس بتحبه كتير، ولاد بيحبوه قوي، بيروحوا اماكن كتير يشتروه منها علشان هو سريع وبسرعة موجود. بيبقى فيه منه شوكولاتة، وبيبقى فيه منه برضو بالفانيلا. الفانيلا حلوة، ولو احنا عاملين ايس كريم في البيت هنبقى مبسوطين قوي. هو سريع ولطيف، وعايزين برضو ندعمه بشوية حاجات بسيطة وحلوة تناسب الولاد. فانا هعمل ميلك شاك فانيليا. ميلك شاك الفانيليا هستخدم بس معاه، وهزود عليه حاجة، هحتال على الموضوع بإيه؟ بتفاحية. هحط في وسطيه تفاحية، التفاحية دي صغيرة مقشراها، لأن التفاح مفيد جدا. أولا هو بيحمي من الجلطات، وبيحافظ على صحة القلب، حلو للدايت، والسكر بتاعه يعني كويس، مش في مش كل الأنواع، أنواع معينة. كمان عايزة أقول لكم، التفاحة نفسها عدد سعراتها لما احنا بناخدها على الريق بتحرق أكتر من عدد سعراتها، سبحان الله. بيحافظ على العظم، هو مفيد جدا. كمان الولاد الصغيرين لما بنيجي نكتب لهم اول حاجه بيبداوا ياكلوها وندخلها لهم هي التفاح المهروس ده، فبنبدا نحط معاه نقطه من عصير الليمون ونهرسه وياكلوه. فهو كمان حلو للجهاز العصبي، تفاح ممتاز للجهاز العصبي. وبيقول لك ايه، one apple in a day get a doctor away، يعني تفاحه واحده في اليوم تبعدك انك ما تروحش عند الدكتور خالص. فربنا دايما يا رب يعني ما يكتبش على حضراتكم حاجه وحشه. بس طبعا التفاحه دي رائعه، في فيتامينز كتيره، في A وفي E وفي H، في بوتاسيوم كويس، يعني نسبة كويسة من البوتاسيوم برضو، وفي نسبة حديد. أنواع التفاح بتختلف، أنا يمكن بحب الأخضر، بحب الأصفر، الأحمر آخر حاجة لأنه نسبة سكره عالية بيبقى مهواش يعني قوي. لكن دول أهم نوعين في التفاح. أنا هاخد واحدة، معلش أنا عايزة يعني برضو أفيد الولاد، يعني الواحد ما بيقدرش يلاقي نفسه دايما عاوز إيه، يحط حاجة كده ممكن ما يتحسش الإحساس أو الطعم بتاعها. هحط زبادي نص كوباية كده، استخدموا الزبادي في الصيف، جميل جدا 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 الحقيقة، مرطب ورائع، مفيد جدا. في ناس تحب تعمله في البيت وصح بيبقى ناجح، أنا بعمله في البيت وبيبقى ناجح جدا الحمد لله. وبصراحة يعني مش بس في أيام رمضان، مش بس في مناسبات معينة، لكن هو مفيد لينا انه يبقى في التلاجة. نعمل سلطة الزبادي، نخلط الزبادي مع أي حاجة حلوة بنعملها مع عصاير، هتبقى جميلة جدا. هاخد شوية كده من الآيس كريم الفانيليا. آيس كريم الفانيليا ده تقدروا تعملوه في البيت من غير أصلا سكر خالص، تستخدموا بس فيه معلقتين عسل بس، ويتعمل بطريقة جميلة صحية. تعالوا كده شوية لبن صغيرين، أقفل كده ونشغل بقى. بصوا كده، تعالوا بقى نعمل الكاب الجميل ده. الله، وناخد بسم الله بسم الله. بصوا مش هتبان خالص، وليه اخترت التفاح تحديدا مش هيبان، ولو عايزين تقطعوه اصغر من كده قطعوه، بس احنا هنا هنشربه متقبلين طعمه جدا، ومش هيبان طعمه لانه الايس كريم الفانيليا هيغطي، تلاقوش. حتى طعم الزبادي لو كتر هيفرق، هيبان، لو ما كترش بالنسبة اللي احنا حطيناها نص يعني كوباية صغننة كده مش هيبان في وسط ده، وهيبقى استفادوا بحاجة حلوة. وده الميلك شاك الفانيليا اللي عملناه مع بعض. طبعا النهارده عملنا وصفات، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. كل اصدقائنا اللي طلبوا حلقه الخاصه بالعصاير، حاولنا نستغل فاكهه الموسم، وان شاء الله برضو هنعمل لعصاير تانيه جميله، ونعمل حاجات للديتوكس حلوه. خلينا ان شاء الله نبدا يعني نعمل كده وصفات حلوه، ونعمل كمان ايس كريم صحي من الفاكهه على طول دايركت، ونتعود بقى ان احنا ما ناخدش حاجات فيها نسبه سكر كتير، ونعمل ايس كريم جميل من الفواكه بابسط الطرق واسهل الطرق. النهارده احنا عملنا سموزي المانجا،
الجميل اللي حضراتكم شفتوه، وعملنا الافوكادو وعملنا معاه الليمون، عملنا توليفات لطيفه جدا، عملنا البنجر مع البطيخ مع النعناع رائع، عملنا الجزر والبرتقال بالفريش ومحتاجناش نسلق الجزر، عملنا العصير اللي بالخوخ الرائع بالزبادي اللي بنشوف زيه في السوبر ماركت كتير في البيت بطعم رائع وبسيط، عملنا كمان العصير الخاص بالشوكولاته او بالبسكويت الشوكولاته المشهور جدا، عملنا الميلك شيك الفانيليا مع بعض. فيعني اتمنى النهارده الوصفات تكون بسيطه، واي حاجه الاطفال تكون مش بتحبها حطوها ولو بكم بسيط، اهم حاجه زي ما حطينا البنجر مع البطيخ، زي الافوكادو لما حطيناه، يعني الحاجات الجميله دي ان شاء الله تبقى مناسبه ليهم ويتعودوا ويدوهم نسبه ثلج حلوه ويرطب معاهم ويبقى الموضوع بسيط ولطيف. ومش لازم نقول احنا حطينا لكم كذا، يجربوا بس الاول الطعم، وحاول احنا ما نديش كميه كبيره في الاول عشان يستصغوه، وبعدين نبدا بقى نتعامل زي ما احنا عايزين.